مرحبا واهلا وسهلا فيكم من محل عرب انسترومنتس. حابين نقدم لكم اليوم المنتج الجديد اللي موجود عندنا في المحل. هذا المنتج هو عبارة عن حزام لحمل الطبلة واللي بيساعد طبعا على العزف المتنقل. اللي بيميز هذا المنتج هو انك انت ممكن تستعمله من غير ما تأذي الطبلة ولا تسبب اي ضرر في جسم الطبلة. طبعا ما فيش حاجة انك تفك الطوق تبع الطبلة وتخرب العيار. هذا المنتج هو عبارة عن قطعتين موجودين في داخل هاي الشنطة الصغيرة. هذول القطعتين اللي موجودين عندنا هون هو عبارة عن حزامين. الحزام الأول هو موجود بالشكل التالي. طبعا انت ممكن تضبط القياس على هوا جسم الشخص او العازف. بيشمل هذا الحزام طبعا الاسفنجي هاي لما انت بتوضع الحزام على الرقبة وبتقعد تطبلي هون. طبعا هو ممكن انه يساعدك على عزف مريح ومش متعب. طبعا الحزام الثاني هو اللي بيمسك الطبلة على الخصر. هذا الحزام اللي بيميزه قوة الحمل. طبعا عندنا هون الحزام ممكن يحمل اوزان ثقيلة جدا فوق وزن الطبلة. موجود في الشكل التالي. طبعا انت ممكن برضو تضبط الحزام حسب جسم العازف. خلونا سوا اسا نشوف كيف ممكن نركب هذا الحزام. خلونا اسا نشوف كيف احنا ممكن نركب الحزام على الطبلة. كيف حكينا طبعا الحزام هو عبارة عن قسمين. نيجي بنمسك القسم الاول واللي هو بمسك الطبلة عن طريق الخصر. هذا الحزام كيف انتو شايفين مكون من قطعة قماش واللي هي تيجي على الطبلة عشان على تحمي الطبلة او تحمي جسم الطبلة من اي هواي او من اي تجرحات اللي ممكن تأذي شكل الطبلة. هذا الحزام طبعا انت ممكن كيف حكينا في المقطع اللي قبل انه توجهه او تزبطه حسب الجسم تبعك والخصر تبعك. طبعا انا صرت عامله هذا يكون مناسب للخصر تبعي. الحزام نمسكه في الطريقة هاي. بنقرب على الطبلة كيف انتو شايفين. بنسكر الحزام. بنفتله في الطريقة هاي. ونحافظ انه شقفة القماش كيف قلنا تيجي على الطبلة عشان تحافظ عليها. الحزام الثاني اللي هو موجود مع الاسفنجي هاي بنحطه على الرقبة في الشكل هذا. والحزام بفوت في الطبلة بالشكل التالي. نحمل الطبلة بالإيدين شوي صغيرة بنرجع لورا والطبلة صارت جاهزة للعزف. كيف انتو شايفين الطبلة حاضرة للعزف وهي موجودة متوازنة على جسمي. مفيش اي مشكلة. ممكن انا افتل معاها تقعد هيك الطبلة او بتقعد في هذا الشكل. ما فيش اي مشكلة. حتى لو قعدت هيك الطبلة جاهزة للعزف. كل عازف ممكن يعزف عليها في راحته. ممكن في الطريقة هاي تقعد وممكن في الطريقة هاي تقعد. الطبلة ما فيش فيها عليها ولا اي مشكلة. طريقة فك الحزام برضو بنقعد الطبلة. نمسك الحزام الاول اللي عملناه على الرقبة نرفعه. الحزام الثاني شوي شوي بنقربه. بنفك الحزام نرجع لورا والحزام حاضر. طبعا في الشكل التالي زي ما انتم شايفين الطبلة جاهزة للعزف تماما. الحزام موجود بشكل الثابت هذا. الطبلة ممكن تتنقل فيها من غير اي ضرر. زي ما انتم شايفين الحزام القطعة هاي القماشة محافظة على الطبلة. القطعة هاي بتحافظ على الرقبة هون للعزف لفترة طويلة. بتحسش في تعب مع وزن الطبلة. خلونا اسا نشوف طبعا كيف ممكن نعزف على الطبلة هاي مع الحزام تبع عرب انسترومنتس. المنتج هذا بتقدروا تشتروه على الرابط اللي موجود على الشاشة او على موقع عرب انسترومنتس. شكرا لكم للمتابعة واهلا وسهلا فيكم دائما في عرب انسترومنتس.